نشرة الأخبار مع علي الموسوي. صبحتكم بالخير. نشرة الثامنة صباحا تتابعون فيها. رئيس الوزراء يجتمع مع وفد مؤسسة التمويل الدولي لمتابعة اتفاقية تطوير مطار بغداد، ويجدد التأكيد على رؤية الحكومة بتطوير كل المطارات. مفوضية الانتخابات تواصل العد والفرز اليدوي لأكثر من 2030 محطة، وتؤكد أن إعلان النتائج لن يستغرق 3 أيام. القوات الأمنية وفي عمليات نوعية تطيح بشبكات لتهريب العملة، وتضبط بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة. عشر مشروعا تصل إلى مراحل متقدمة من العمل ضمن حزمة فك الاختناقات المرورية في بغداد، والجهد الخدمي يواصل أعماله في تطوير المناطق المحرومة خدمية. إلى تفصيلات النشرة، أهلا بكم. ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعا ضم وفد مؤسسة التمويل الدولي العضو في مجموعة البنك الدولي لمتابعة الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة لتأهيل مطار بغداد الدولي وتطويره. وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع أن الاهتمام بتطوير المطار الذي يمثل واجهة العراق مع العالم يأتي ضمن رؤية شاملة تبنتها الحكومة لتطوير كل المطارات والارتقاء بخدماتها، وتتضمن الاتفاقية التي وقعها العراق الشهر الماضي دعم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم الاستشارات في مجال تنمية دور القطاع الخاص وتقديم محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي تتم فيها توسعة المطار الدولي وتمويله وتشغيله وصيانته. أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عزم الحكومة على استكمال كل الاستحقاقات الدستورية ودعم اللامركزية الإدارية. رئيس الوزراء لدى استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قال إن ذلك تجسد في إجراء انتخابات مجالس المحافظات ضمن الالتزام بالبرنامج الحكومي، مشيرا إلى رغبة العراق في استمرار التعاون مع المنظمة الدولية وتطوير برامجها التنموية العاملة في البلاد. وتطرق الطرفان إلى الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الصهيوني الوحشي على الفلسطينيين، إذ شدد رئيس الوزراء على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والقوى الكبرى مسؤولياتهما في إيقاف هذه المأساة وبذل المزيد من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين والضحايا. هذا وقدمت بلاسخارت في اللقاء التهنئة باسم المنظمة الدولية لرئيس الوزراء بنجاح حكومته في إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بوصفها خطوة تعزز الاستقرار وترسخ الحكم الديمقراطي. وضمن إجراءات مفوضية الانتخابات لإكمال ما تبقى من نتائج التصويت الخاص والعام، أعلنت المفوضية انتهاء العد والفرز اليدوي لمحطات محافظة الديوانية والاستمرار بإجراء العد اليدوي لأكثر من 2030 محطة لم ترسل نتائجها عبر الوسط الناقل في عدد من المحافظات. المفوضية أكدت أن إعلان نتائج العد والفرز اليدوي لتلك المحطات لن يستغرق أكثر من 3 أيام، ليتم بعدها فتح باب الطعون والبت بالنتائج تمهيدا للمصادقة النهائية عليها. هذا وجاءت نتائج الوجبة الأولى من المحطات التي أجري لها العد والفرز اليدوي في بغداد متطابقة مع النتائج الإلكترونية بنسبة 100%. الوجبة الأولى من محطات العد والفرز اليدوي تتطابق بنسبة 100% مع نتائج الأجهزة الإلكترونية التي علقت نتائجها على جدران مواقع التدقيق المركزي بعد إطلاق عمليات العد والفرز اليدوي لأكثر من 2000 محطة اقتراع في عموم العراق. جزنا أكثر من 75 إلى 70 إلى 75 محطة، ولم تذكر لدينا أي خلل. جميع المحطات مطابقة، العملية تجري بشفافية عالية بدقة عالية وكما مرسوم لها من قبل المفوضية وفق الإجراءات والمعايير. المحطات فتحت بحضور مراقبي الكيانات والتحالفات السياسية، معظمها تعود للتصويت الخاص التي لم ترسل بياناتها في يوم الاقتراع. المفوضية تقول إنها ستنجز العملية خلال 3 أيام كحد أقصى. يتم تدقيق المحطات التي لم ترسل عبر الوسط الناقل في يوم التصويت العام والخاص، هي بمجموعها أكثر بقليل من 2000 محطة طبعا على مستوى العراق. بغداد الكرخ والرصافة بحدود ال 570 محطة على جانبي الكرخ والرصافة في بغداد. تم توزيعها على اللجان، وتوجد في القاعة حوالي 18 طاولة، 18 فريق، الفريق يتألف من 5 أشخاص، وتم توزيع عليهم الاستمارات لغرض تأكيد الاستمارة رقم 41 وال 42. وأنجزت ملاكات المفوضية العد والفرز اليدوي والمطابقة لأكثر من 100 محطة اقتراع في يومها الأول من مجموع 570 محطة في بغداد، بينما أعلنت محافظتا الديوانية وميسان إنجاز التدقيق لجميع محطاتها. وبحسب إجراءات المفوضية فإن إجراءات العد والفرز اليدوي لم تظهر أي اختلاف مع نتائج العد والفرز الإلكتروني، وأن المفوضية ملزمة بإدخال وتبويب النتائج مع النتائج المعلنة سلفا من قبل المفوضية. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد. بحضور مراقبين دوليين ومعتمدي الكيانات السياسية، انطلقت في بابل عمليات العد والفرز اليدوي لأوراق التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات في 70 محطة اقتراع تضم نحو 23,000 صوت. مكتب انتخابات بابل يبدأ بعملية العد والفرز اليدوي ل70 محطة اقتراع للتصويت الخاص بواقع 22,993 صوتاً. عملية فتح الصناديق شهدت حضور مراقبين دوليين ومراقبي الكيانات السياسية، إضافة إلى كاميرات المراقبة لتعكس مدى شفافية الإجراءات. العد والفرز لمحطات التصويت الخاصة البالغة 70 محطة في بابل، وبحدود ال 22,993 مصوت في التصويت الخاص بما من ضمنهم الحشد. وكما ترون في بابل تمت نشر 13 طاولة. تؤكد المفوضية اليوم أنها باشرت بعملية فتح هذه المحطات وتعليق الاستمارات الإلكترونية مع الاستمارات الورقية على أبواب مركز التدقيق لغرض اطلاع مراقبي منظمات المجتمع المدني. كذلك جرت هذه العملية بحضور عدد كبير من المراقبين المحليين، وأيضا هنالك تواجد للمراقبين الدوليين. أيضا مراقبون دوليون أشادوا بعملية العد والفرز اليدوي مؤكدين شفافية الإجراءات ومطابقتها لنتائج الأشرطة الإلكترونية. تم العمل في 13 فريق عمل أمام مرأة ومعتمدي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لزيادة الشفافية في العمل. العمل يجري بسلاسة، لم نسجل أي خرق أو أي مشكلة أثناء العمل وأثناء فتح الصناديق. أغلب النتائج اللي توصلوها لحد هاللحظة هذه الساعة مطابقة للأشرطة اللي خرجت من الأجهزة اللي ما خرجت بهم التصويت الخاص. إجراءات المفوضية لآلية العد والفرز اليدوي جاءت وفق مراقبة دولية وأمام كاميرات المراقبة ووسائل الإعلام. من بابل، علاء الجراح، العراقية الإخبارية. القوات الأمنية وفي عمليات نوعية تطيح بشبكات لتهريب العملة، وتضبط بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة. شارك وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في اجتماع الدورة 43 لوزراء الشؤون الاجتماعية بالقاهرة، وأكد الأسدي في تصريح للإخبارية مناقشة الاجتماع ملفات عديدة منها معالجة قضايا الفقر متعددة الأبعاد والتصويت على عدد من المشاريع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم. حضرنا في اجتماعات الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. هذه الدورة عقدت في مصر ركزت الدورة على البحث في قضايا معالجة الفقر متعدد الأبعاد، وتم يوم أمس التصويت على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بهذا الأمر، كذلك بحث موضوع دعم أشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمعات وفيما يتعلق بتوفير العمل لهم. كان لنا لقاء مع السفير مع الوزير التونسي والوزير الليبي، وتحدثنا عن العمل العربي المشترك وضرورة تطوير هذا العمل فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية. الشؤون الاجتماعية هي أمر واسع جدا لا يتعلق فقط بشريحة دون أخرى، وإنما يشمل معظم شرائح المجتمع. تحدثنا مع الوزراء وكذلك حدثناهم عن العراق وما يشهده من استقرار، ووجهنا دعوة لهم لزيارة العراق ورحبوا جميعا بهذه الدعوة. استمرارا للتفاهمات العراقية التركية في تنظيم حركة التجارة البينية وضمن الضوابط الرسمية التي وضعتها الحكومة، وجه البنك المركزي المصارف بتنظيم استيرادات صغار التجار من خلال التعاون مع شركات الشحن المسجلة لدى تركيا والتي لديها حسابات في المصارف العراقية. الاجتماعات الأخيرة للوفد المالي والمصرفي العراقي في تركيا كانت مدعاة لتوجيه البنك المركزي المصارف كافة إلى تنظيم استيرادات صغار التجار العراقيين بسعر الصرف الرسمي. تفاهمات أفضت إلى أن يقوم التجار بإيداع أموال البضاعة بالحساب المصرفي لشركة الشحن. تم الاتفاق بين البنك المركزي وبين الحكومة التركية وبعض الغرف التجارية والبنك المركزي التركي على أنه يتم تحويل هذه المبالغ للتجار الصغار شهريا بمعدل 70,000 دولار قابلة للتجديد. هذه المبالغ تودع إلى شركة الشحن اللي تقوم بشحن البضائع من تركيا إلى بغداد. هذه الشركات الشحن يفترض أنه يكون عندها حساب مصرفي في أحد المصارف اللي موجودة بالعراق وعندها مراسل أيضا في تركيا. هذه الخطوة بحسب خبراء المال والاقتصاد تعمل على ترصين عمليات الاستيراد من الجانب التركي عبر حوكمة الإجراءات التي تستند على نظام مالي وشركات شاحنة ومصارف لشرعنة عمليات الاستيراد من خلال التعامل مع شركات شحن مسجلة لدى الجانب التركي. الانفتاح على النظام المصرفي داخل تركيا وعلى الإجراءات التي ترافق عملية فحص الجهات الشاحنة بحيث تكون المصارف تعلم من هو الشاحن لكي نضمن بأن هذه السلع تدخل من منافذ رسمية وتخضع إلى الجمارك وإلى الضرائب. ويعمل البنك المركزي منذ فترة ليست بالقصيرة وفق استراتيجية واضحة المعالم على تحقيق أهداف الاستقرار النقدي في البلاد عبر حزم وإجراءات عديدة. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. خطط الحكومة الاستثمارية للغاز المصاحب والحر بغية تشغيل المحطات الكهربائية وتقليل الانبعاثات وصلت مراحل متقدمة، إذ أكدت وزارة النفط التوجه لرفع استثمار الغاز الحر والمصاحب ضمن جولة التراخيص الخامسة. يأتي هذا في وقت تواصل وزارة الكهرباء التنسيق مع النفط لإضافة محطات جديدة تعمل على الغاز الوطني. 1,000 مليون قدم مكعب قياسي هو إنتاج العراق من الغاز الوطني الحر، فيما ارتفع إنتاج الغاز المصاحب إلى 1,600 مليون قدم مكعب قياسي ضمن خطة حكومية لمعالجة حرق الغاز في الحقول النفطية سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في استعمال الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط ولتقليل انبعاث الغازات والاحتباس الحراري. إنتاج الغاز في عموم العراق المصاحب لإنتاج النفط هو بحدود 2800 مليون قدم مكعب قياسي، مستثمر من عندها حاليا بحدود 1650 مليون قدم مكعب قياسي. فيما يخص حقول الغاز الحر، العمل جاري لاستثمار حقل عكاز وحقل المنصورية إضافة إلى حقول الغازية في الجولة الخامسة. إن شاء الله يعني الحقول الغازية في الجولة الخامسة عند استكمال استثمارها ستعطي بحدود 1,000 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. استثمارات الغاز تجري بمتابعة حكومية جادة لخفض الاستيراد وسد الحاجة الاستهلاكية للبلاد. الربع الأول من العام المقبل سيشهد دخول بعض المشاريع إلى الخدمة. التعاون بين وزارتي النفط والكهرباء أسهم في تشغيل بعض المحطات بالاعتماد على الغاز الوطني بضمنها عكاز والمنصورية وميسان. وزارة كهرباء تنسيق عالي مع وزارة النفط لإمكانية الاستفادة من هذا الغاز الوطني، والحديث عن محطة عكاز اليوم تعمل بالغاز الوطني الحر، الحديث عن محطة ميسان الاستثمارية تعمل على غاز حقل حلفاية، الحديث عن محطات جزء من محطاتنا بالجنوب تعمل على الغاز الوطني، خصوصا أثناء شح الغاز الإيراني المورد لصالح المحطات. اليوم لدينا كم من المحطات بالمنطقة الجنوبية تعمل على الغاز الوطني. وتؤسس الحكومة العراقية إلى الاستقلال الكامل في الطاقة عبر مشاريع توتال والجولة الخامسة ومشاريع الجهد الوطني وطرح جميع مشاريع الغاز للاستثمار، إذ تخطط إلى تشغيل محطات الكهرباء بالاعتماد على الغاز العراقي خلال العامين المقبلين ودخول سوق الغاز العالمية. ميثم الجناحي، العراقية الإخبارية، بغداد. وضمن جهود ملاحقة جرائم تهريب العملة، ألقت القوات الأمنية القبضة على عدد من المتهمين بالتهريب وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة يرومون تهريبها إلى الخارج. مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تواصل عملياتها الأمنية بملف معالجة تهريب العملة الأجنبية، حيث أطاحت بأكثر من 16 متهما بتهريب الدولار، ليتجاوز عدد المتهمين بهذا الملف 120 متهما. تم تنفيذ عدد من الواجبات في بغداد والمحافظات خلال هذا الشهر الحالي. ألقي القبض على عدد من الأشخاص الذين يقومون بتهريب العملة وزج بهم إلى القضاء وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الأموال النقدية. تجاوز العدد 16 متهم وضبط بحوزتهم مبالغ نقدية حاليا رهن التحقيق ومنظورة من قبل القضاء. مواصلة الحملات الأمنية داخل السوق المحلية لمتابعة تداول الأموال من الدينار والدولار، يراه خبراء الاقتصاد إجراء يدعم توجيهات البنك المركزي الهادفة إلى استقرار سوق العملات بعيدا عن التهريب وعمليات الفساد. بالآونة الأخيرة تم القبض على الكثير من العصابات المتمرسة بعملية تهريب العملة، وطبعا هذا هو جزء من الحفاظ على الاقتصاد الوطني والثروة الوطنية. طبعا هذه الحملات من شأنها أنه أن تقلل حالات التهريب بدرجة الأساس، وأيضا توجه البنك المركزي للتحول الإلكتروني وإلى المنصة الإلكترونية لتمويل التجارة الخارجية، هذا أيضا إلى دور بالحد من التعاملات بخارج المنصة. باتجاهات عديدة يجري العمل بملف تهريب العملة في عموم مناطق البلاد عبر انتشار فرق الجريمة المنظمة لتتبع حركة الأموال وأصولها، وحدوديا تواصل هيئة المنافذ هي الأخرى عملياتها التي أطاحت بشبكات عديدة وأموال كثيرة أعادتها إلى خزينة الدولة، فضلا عن دعم الأجهزة الأمنية الأخرى بهذا الملف. سجا جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد. عمليات نوعية مستمرة في قضاء الطارمية بهدف رفع مستوى الأمن في المنطقة، إذ أكد قائد عمليات بغداد الإطاحة بعدد من الإرهابيين والقبض على آخرين، فيما أعلنت عمليات الكرخ رفع مستوى الجهد الاستخباري في قضاء الطارمية لملاحقة الإرهابيين. في هذه البساتين والمناطق الزراعية الشاسعة تواصل القطاعات العسكرية تنفيذ عمليات ملاحقة بقايا الإرهاب في قضاء الطارمية، بحث وتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن تدمير أوكار وقتل قيادات بارزة وخطيرة. قيادة عمليات بغداد أكدت أنها استطاعت إحباط محاولات إرهابية حاولت إرباك الأمن في قضاء الطارمية. عمليات بغداد مستمرة بعمليات الاستباقية ضمن قاطع منطقة الطارمية من خلال فرقة المشاة السادسة. هذه العمليات تهدف إلى متابعة عناصر داعش المتواجدين في هذه المنطقة. هناك عمليات كثيرة تم قتل أعداد كثيرة من هؤلاء العناصر منهم قياديين، وما زالت هذه العمليات مستمرة للبحث والتفتيش ضمن هذه المنطقة. الهدف منها هو استتباب الأمن ضمن منطقة الطارمية وجعل المنطقة آمنة وجعل المواطنين يكونون آمنين في هذه المنطقة. أيضا هناك خطط مستقبلية لعمليات بغداد ضمن هذه المنطقة، تهدف هذه الخطط إلى فرض الأمن بصورة كاملة على هذه المنطقة وجعلها منطقة آمنة أسوة ببقية المناطق. قيادة عمليات الكرخ أكدت أن نجاح أغلب العمليات العسكرية وتحقيقها نتائج إيجابية كانت من خلال جهد استخباري ناجح نفذته القطاعات العسكرية والأمنية في قضاء الطارمية، وأن أغلب الذين تم قتلهم من إرهابيين في مناطق شمالي بغداد شغلوا مناصب إرهابية بارزة، مشيرة إلى أن العمليات مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء على أوكار الإرهاب في هذه المناطق. منطقة الطارمية الآن نتعامل وياها تعامل استخباري، أي معلومة استخبارية تجينا عن قضاء الطارمية نحلل هذه المعلومة ونبدأ نشتغل عليها إلى أن يتم إلقاء القبض أو قتل الإرهابيين اللي موجودين في هذه المنطقة. قتلنا كثير من الإرهابيين في هذه المنطقة، منهم ملاة ومنهم مسؤولين. المعلومة الاستخبارية مهمة في هذه المنطقة، التعامل مع الشيوخ العشائر مهم بهذه المنطقة، والحقيقة حققت لنا نتائج إيجابية بهذه الفترة. بعمليات بحث وتفتيش وجهد استخباري لا يتوقف، تواصل قطاعات الجيش بعمليات بغداد ملاحقة بقايا داعش الإرهابي في قضاء الطارمية، مؤكدة بأن هذه البقايا لم تعد قادرة على تنفيذ أي عملية إرهابية مؤثرة. من قضاء الطارمية شمال بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. 14 مشروعا تصل إلى مراحل متقدمة من العمل ضمن حزمة فك الاختناقات المرورية في بغداد، والجهد الخدمي يواصل أعماله في تطوير المناطق المحرومة خدميا. ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات في الكرخ والرصافة تتسارع الأعمال في 14 مشروعا وصلت فيها نسب الإنجاز مراحل متقدمة، يأتي ذلك بعد إزالة التعارضات تمهيدا لإكمالها في الأوقات المحددة. بذات الوتيرة المتصاعدة مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد تصل إلى نسب إنجاز عالية. مجسر ساحة النسور وسط العاصمة الذي يتضمن إنشاء 3 أنفاق ومجسرين أعماله الأرضية توشك على الانتهاء. الشركة المنفذة أدخلت ولأول مرة تقنيات ومواصفات في أغلب مفاصل المشروع. وصل عدد الركائز المنجزة للمجسر الرئيسي إلى 103 ركيزة من أصل 108، وكذلك تم صب 14 قبعة ركيزة وصب 5 أعمدة، والعمل جاري على تسليح باقي الأعمدة لغرض صبها. قمنا بإعداد التصاميم لهذا المجسر، وهو يحتوي على الكثير من الأفكار الهندسية التي تدخل للعراق لأول مرة. على سبيل المثال الكروس بيم اللي يكون حامل للجيردرات راح يكون طوله 19 متر و60 سنتيم. مشروع تصميم وتنفيذ مجسر تقاطع شارع القدس العبور المتضمن إنشاء مجسرين يربطان منطقة الإفضلية باتجاه المشتل وبالعكس، ومجسر فرعي باتجاه منطقة البلديات، هو الآخر ذاهب بطريق إكمال جميع الركائز الأساسية، فضلا عن تجاوز تعارضات الشبكة الكهربائية الفضائية بطول يتجاوز 4 كيلومترات من الأبراج والأسلاك. أهم فقرة موجودة في المشروع هي حاليا رفع التعارضات، إلا وهي خطوط نقل الطاقة. حاليا نقل الطاقة 132 كيفي، وكذلك الأسلاك ال 11000 وال 13000 تحويلها من هوائية إلى أرضية. 14 مشروعا ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية تتواصل فيها الأعمال محققة نسب إنجاز عالية. عمل على مدار الساعة سيسهم في إكمالها بأوقاتها المحددة وبمواصفات عالية. عباس نعم، العراقية الإخبارية، بغداد. إلى دوانم الشعلة والخطيب الزراعيتين في جانب الكرخ، يواصل الجهد الخدمي والهندسي الحكومي أعماله لتأهيل المناطق المحرومة وتطويرها، حيث تشهد المنطقتان تصاعدا بأعمال تجديد شبكات المياه والصرف الصحي، فضلا عن شبكة الكهرباء. إلى منطقة دوانم الشعلة الزراعية في الكرخ من بغداد تستمر أعمال مشاريع البنى التحتية، بدءا من مد خطوط المجاري وصولا إلى إنجاز المشاريع الكبرى. فريق الجهد الخدمي والهندسي أكد أن المشاريع المنفذة تخدم الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية المحيطة بالدوانم كالسلاميات والصابيات ورقية وفاضل. محطتين، محطة سحب ومحطة دفع، زائد خط ناقل دكتايل قطر 1200 متر انجزه 100%. محطات السحب والدفع جاي يشتغلون بها امانه بغداد دائره المجاري، نسبة الإنجاز بحدود 25%. استخدام أنابيب مجاري بأقطار مختلفة تتراوح ما بين 1600 و1400 و1200 GRB. العمل مستمر إن شاء الله وبإشراف مباشر من قبل فريق الجهد الخدمي والهندسي. وفي الخطيب الزراعي ضمن الحدود البلدية لمنطقة الشعلة تعمل الآليات على إزالة التعارضات ورفع التجاوزات عن شارع الضغط لإتمام ممر الإياب باتجاه سريع الشعلة بعد إنجاز مسار الذهاب بصورة كاملة. فريق الجهد الخدمي والهندسي أكد العمل على إنجاز المشروع قبل التوقيتات الزمنية المحددة كالشوارع الرئيسية والأزقة الفرعية. حاليا احنا في منطقة شارع أبو الأحرار بطول 950 متر وأزقته بعدد 21 زقاق بمساحة بطول أكثر من 3500 متر، سيتم إكساءها إن شاء الله والمباشرة بأعمال إكساء من يوم السبت القادم. المناطق الزراعية والعشوائية التي كانت تصنف معدومة وغير مخدومة تشهد اليوم ثورة خدمات متكاملة، إذ يؤكد فريق الجهد الخدمي والهندسي استمرار الأعمال في البنى التحتية والأساسية والارتكازية للوصول إلى آخر نقطة في هذه المناطق. من أحد المناطق الزراعية في بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية. من بين 9 مشاريع مكتملة في قطاع الطرق والجسور تأتي مشاريع 3 جسور في مدينتي الرفاعي والفجر شمالي ذي قار لفك الاختناقات واستيعاب الكثافة السكانية وحاجتهم لربط جوانب مدنهم. 9 مشاريع اكتملت في قطاع الجسور والطرق توزعت بعموم مدن ذي قار، وضمن أولويات الجهد الخدمي للبرنامج الحكومي تم إكمال 3 جسور شمالية المحافظة أبرزها جسر قضاء الرفاعي وجسر قضاء الفجر. جسور عدد 15 منها جسر حديد بحدود 12 جسر، إضافة إلى جسور كونكريتية في طريق شطر الدواية وداخل مدينة الناصرية، وكذلك في قضاء الفجر وقضاء الرفاعي أنجز منها بحدود 9 جسور. كان عندنا جسر خشب دواب من الثمانينات، وهذا جسر قديم والدواب كلها بها ثقوب، سيارة إذا محملة يطخ الجسر يغرق. أهمية هذه المشاريع تأتي لافتقار المدن لجسور تساهم بفك الاختناقات واستيعاب الكثافة السكانية وحاجتهم لربط جوانب مدنهم والارتقاء بالمشهد الحضري. ويعتبر من أهم مشاريع صندوق أعمار ذي قار في قضاء الفجر لما له الأهمية الكبيرة، حيث هذا الجسر يربط جانبي قضاء الفجر ببعضهما عن طريق نهر الغراف، وأعتقد يشوفون انسيابية حركة المرور به. جسر الرفاعي الذي يربط خط ناصرية كوت بالطريق المتجه إلى جامعة سومر مرورا بالقاء مقامية وكلية الطب، ثم عبورا إلى الصوب الثاني باتجاه حقل الغراف النفطي. كما وسيقدم جسر قضاء الفجر طريقا آمنا لجميع القادمين من محافظة ميسان ويقصدون مدن الفرات الأوسط. العراقية الإخبارية، علي حسن، ذي قار. بسبب قلة الإطلاقات من دول الجوار، وزارة الموارد المائية تؤكد انخفاض نسب الخزين في سدود الموصل وحديثة وحمرين إلى 20%، فيما أعلنت استعدادها لاستقبال أي موجات فيضانية قد تحصل هذا الموسم. أهم السدود في العراق تصل إلى نسبة خزين بمعدل 20%. وزارة الموارد المائية في الوقت الذي تؤكد فيه تأمين مياه الاستخدام والشرب أوضحت أن أهم السدود شمالي العراق بينها سد الموصل وحديثة وحمرين تشهد انخفاضا حادا في كميات المياه لأسباب مناخية أو تفاوضية على حد سواء. كمية الخزين المائي اليوم ما تشكل أكثر من 20% من الطاقة الخزنية الموجود، وسد الموصل يشهد انخفاض كبير جدا في حجم الخزين المائي في بحيرة سد الموصل. طبعا هذا أدى على توقف المحطة الكهرومائية منذ فترة ليست بالقصيرة، وكذلك أيضا سد حديثة أيضا يشهد انخفاض كبير جدا في حجم الخزين المائي المتحقق بسبب قلة الإيرادات المائية. المعنيون في السدود أكدوا أن هذه النسب حقيقية ومدروسة، إذ أن نسبة فراغ السدود من المياه أصبحت أكثر مما معدله 70% في وقت تم فيه تجهيز هذه السدود تحسبا لأي خطط خزنية محتملة. تهيئة الموسم الشتوي لسد حمرين، وحاليا سد حمرين على أتم الاستعداد لاستقبال أي موجة فيضانية، علما الفراغ الخزني الموجود حاليا في سد حمرين بحدود 80%، يعني الخزن الموجود بحدود 20%، أي بحدود 500 مليون متر مكعب من مجمل السعة الخزنية لسد حمرين البالغة 2,400,000,000. سد حديثة حاليا يتوفر فيه خزين مائي بنسبة 20% وفراغ خزني بمقدار 80%، وحاليا وضع السد جاهز لاستقبال أي موجات فيضانية. وقد درست وزارة الموارد المائية خططها لاستخدامات المياه للأعوام الماضية والموسم الشتوي الحالي وفقا لنتائج المباحثات مع دول المنبع وتوقعات الأمطار. من بغداد صابرين كاظم، العراقية الإخبارية. وضمن حملاتها لإنجاح الموسم الزراعي في محافظة بابل وإيقاف هدر المياه، رفعت فرق الموارد المائية الآلاف من حالات التجاوز على الأنهر إلى جانب إزالة بحيرات الأسماك غير المجازة. 17,000 حالة تجاوز أزالتها فرق وزارة الموارد المائية ضمن حملتها في بابل، ما أسهم في تسهيل مرور التوزيعات المائية في شط الحلة. هدف الحملة هو إنجاح الموسم الزراعي الشتوي وتأمين تشغيل مجمعات الإسالة. الآن الفلاحين أصبح واضح عنده ومن المؤكد أنه رشنه يجب أن يلتزم ويترك الرشن للمناطق الأخرى. حقيقة إن شاء الله إحنا يعني خلال هذا الموسم حققنا زراعة قد تفوق المواسم الوفرة. فرق وزارة الموارد المائية وصلت إلى بعض المزارع لمحاسبة المتجاوزين ومستخدمي الري السيحي. وصولها أثبت لدى المزارعين أن تقنيات الري الحديثة هي الحل الوحيد لأن تكون زراعتهم رسمية وناجحة. دائرتنا دائرة الموارد المائية في النيل طبعا بسبب الشحة المائية بإزالة التجاوزات على عمود جدول بابل. طبعا التجاوزات هي عدة أنواع، من عندها نصب المضخات مباشرة على العمود الرئيسي، التجاوز على الحصة المائية، كذلك إعادة تنظيم الأنهار. استمر الحفارة جاي ترفع بالتجاوزات والمراشنة مستمرة، والحمد لله والشكر والسنة نعمة أفضل من الموسم اللي قبلها. حملة وزارة الموارد المائية شملت أيضا رفع التجاوزات المتمثلة ببحيرات الأسماك غير المجازة. أهدافها وقف هدر المياه وتطبيق نظام المراشنة تنفيذا لقاعدة عدالة توزيع المياه. من باب الله، إيمان محمد، العراقية الإخبارية.